أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا اللقاء. خلال اليوم الغد نسبة رطوبة عالية إن شاء الله خلال الصباح الباكر، ستخص تقريبا جل المرتفعات الداخلية الوسطى وكذلك الغربية حتى على الهضاب وحتى على السواحل الغربية، لتصبح الأجواء مشمسة على السواحل، بينما دائما تشكل سحب ركامية احتمال كذلك لزخات مطرية خلال الأمسية على الهضاب العليا الغربي والوسطى، تواصل كذلك لزخات مطرية على الصحراء الوسطى أقصى الجنوب منطقتي الهوغار والتاسيلي، مع زوابع رملية ستنشط على الصحراء الوسطى. درجات الحرارة خلال ليلة اليوم إن شاء الله ننتظر 14 درجة على الصطيف، مقاييس ما بين 16 إلى 19 درجة على السواحل، 24 درجة على كل من غردية وبشار كذلك تندوف وبن عباس، 26 درجة على طمن رست حتى على جانت، أعلى مقياس على أقصى الجنوب مع 31 درجة. أما خلال ظهيرة الغد إن شاء الله درجات الحرارة القصوى سترتفع تقريبا على جل المناطق الوسطى وكذلك الغربية لتقارب 33 درجة على الخط الرابط ما بين بليدة تيزي وزو البويرة عين الدفلة كذلك غليزان معسكر وشلف حتى على سيدي بلعباس، 31 درجة على العاصمة، 35 درجة على ولاية غردية كذلك بشار حتى على تمن راست، 40 درجة من تندوف نحو الصحراء الوسطى إلى غاية أقصى الجنوب لتقارب 44 درجة. أما البحر خلال يوم الغد فمصلحة الأرصاد الجوية ترتقب تموج على السواحل الوسطى والسواحل الغربية، لكن بحر قليل اضطراب على السواحل الشرقية، هنا رياح ضعيفة لكن معتدلة ضمن التيار الشرقية شمالية شرقية على الوجهة الوسطى والغربية. خلال الأيام القليلة القادمة بداية من يوم الثلاثاء وكذلك يوم الأربعاء نفس الوضعية الجوية، نسبة رطوبة عالية على السواحل مع أجواء صافية، لكن على المرتفعات والهضاب تواصل لزخات مطرية متفرقة على فترات، ستخص الهضاب والمرتفعات ومنطقة الأوراس وتكون تحت وقع رعود، سحب ركامية على أقصى الجنوب مع زوابع رملية ستنشط على الصحراء الوسطى، درجات الحرارة ترتفع على كل من المناطق الداخلية الوسطى والغربية. أما خلال يوم الخميس إن شاء الله مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب إن شاء الله قدوم اضطراب جوي مع احتمال لزخات مطرية تقريبا على كافة المناطق الشمالية، لكن أكثر اعتبارا على المناطق الوسطى والشرقية على السواحل وكذلك المرتفعات والهضاب وتكون تحت وقع رعود، نفس الوضعية على الجنوب، درجات الحرارة ستعرف بعض التراجع. غروب الشمس ليوم الغد إن شاء الله على مستوى العاصمة سيكون بحول الله 32 دقيقة بعد السادسة مساء. أشكركم على المتابعة، أمسية طيبة للجميع في أمان الله.